أدرازي فتش قلبي ضيا ضيا تلقى ناس عزاز عليا جيراني واصحابي ناسي وعزازي هو هون حبابي هو مبيع اصحابي يا مانك غابي نجي محبوبي قسمي ومكتوبي هذا مطلوبي نجي محبوبي نمشي الزردة الجمعة الجاية. زردة شدوتة اللي بعدها لبالربيع يا حوايوا. دي الزردة خيرك يا ولية خيرك خشيت علي دغري هكي. نشاور ناصر ونقول لك باهي. ماشي. شاوري ناصر والله هنستنى فيك رد علي ها. تو. السلام. شاوري يونس ورد علي ها. السلام. يا رب. إن شاء الله يونس يوافق على الزردة يا ربي. مالي مش مش الزردة. معقولة. أيوة تريس. خالي مالي مش فاضي يا خالي معقوله كلامها مش مظبوطه خالي مش مظبوطه انت الوحيد تقدرش تقول انك مش فاضي ما فيش طيب ما فيش يا خالي مش معقوله انت الوحيد ما تقدرش نوصفك المليان انت فاضي ما فيش وانت يا ابو صاحب كيف صار يا زرده زرده يوم جمعه الحاجه تقول زرده تقول لي لا خفي روحك يا حلوه خفي روحك ما زلت نستين حاجه ما ادري الحشوله هاي مره خلاص مره قرامه تعرفي كم هديتش من تقرى تقف قدام المرأة من تقرى مروحة هذي كان اللي سايبتني بروحي ويا الضاحك تعال عصبالي مرض زن فيه يبي ست من والله من من عزم عيتم خلوف إله إلا الله نعزمهم مش انتي نعزمتيهم تكري من رأس الخيل نكرهوا خلو طب مش بدك نساعدكم كرد زي ما قرفنا الكبدة أنا والله ما عندي فيها نية المشية لكن زريتوني ياي ياي زريناها هذي ما خلص فكروا عليها الباب خير ايش يبقى شوي 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 قعدنا نوتو للزردة وأكثر حاجة مرقيتها لي عزومة عيد مخلوف نتذكرها لأن العزوز هي اللي تبي زردة أكثر واحدة تعبت هي تبي طباعك حاجة مش بخصوصا نجيب لك اي حاجة من جوا لا 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 معنا الحاجة عوض دوسوا سميل ان شاء الله
جماعة هذا المكان نعرفه تو يكثر علينا زرادة وما عادش يصير شيء معانا بنات مش عارف تجيبوا فين البنات واحدة مقبزت لي على السيارة انا المكان اللي فيه زرادة ما راش قاعدين فيه يا جماعة وين نلقوا مكان ما فيش ناس على وين نلقوا باي عادي روح بالبنات تو نزردوا فيا مكان فاحنا انت يا استاذ مخلوف اسمع انا حاتم استاذ حاتم وين مخلوف باط شابك باي يقول لي حول مني للصبايا يجي يتناقش معانا ولا هيا يا جماعة تو انا نعرف وين نمشي كم هيا 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 يا راس هيا رفاكم السيارات هيا بولا مرا هيا مرا هيا يا راك تخطي قزازر عندي مرا مرا يا حليمة غالي يا حليمة مع غالي انت يا حليمة خيرتنا يا سيارتكم لانية يا قررتوا يا استاذ شو قررتوا كيف صار يا عدلتوا يا مخلوف ولا مخلوف ليش قدرتوا من حل اللي وصلتوا عاد انا ما قال لك في السياره ما نقول نفس النهار واحنا ندوروا مش عارف كل مكان تباه وعاد مشيت البنات زي هذين انا في الصحراء وخلاص اهلا وسهلا انا وسهلا انا وسهلا هالمكان اللي جايبنا له يا حي نزلوا غير نزلوا يا عمتي حتى انت ندري عنك شنو جايبت لنا جايبت لنا مفاجات حتى انت نعم انا البنات وانا الرجاله غادي يا استاذ البنات هنا والرجاله غادي نحن الرجاله نقعدوا غادي انا كاي هو فضاء كله يا استاذ خروف غادي الله يرحم بيك النبي مخلوف اوكي يا حاج انا اسف حب علي شعرك ضيوف نحن صح لكن عاد تفضل استاذ حب علي خشمه قام غادي الله يرحمك عليك زرده يا حاتم حاتم من هذا حاتم نعم كنا ما نستعجلنا انا غمدت وجون وخلاص معليش يا حليمه خلينا نستعجلوا خذ ضيوف فما غادي كان ما فتليجي ساعدنا شويه راحت علي ليل وضلنا ما راح نوزي كنا بيفتح هي حركة جلسة شوية العفو وجعتني لما دخلني في كم يا حنة جايبينه منتم مشوري ريحونا يا رجل ريحونا قمزوا شو خليتوا صبايا كم يدرب كانوا انتوا ترقصوا وني ريحونا قمزوا شوية ولا ديروا معنا حاجة عدي ولا دير شو هذا من مين تعرفوهم انتوا هذوما مشوري يا ساتر يا ساتر شن فيه اليوم بيعهم كويس اللي حصلنا صحبة احنا في الخلاء هذا بقى اول مرة يزرد الجماعة مش هار قاعد استوياء قاعد امشي هر هر شباب عائلات يا شباب عائلات النبي يقدم غادي يا حالونا من هنا عليك قصة شن الرأي نحوله من هنا ولا كيف يصير ما نحولش ما بيش اي مشكلة خلاص ديروا طقاق هنا وديروا طقاق غادي ما على الرجالة عليش ديروا في طقاق هنا بس على الصبايا يا راجل وبارك هاي وهكي يا شباب لاني شنو هذا شنو هذا طقاق يا ماما انت تبقى
شنو؟ ما مش حابس هذا رواح قاعد يخش من فوق. كانها ما يزردك الا هذه. والله كان عجبكم يا ابلة في النهاية بكم بقيتوا الشباب. انا هي هي ها. يا شنو ليش مختلف مع فتياتي؟ مش مختلف مع فتياتك، انا مختلف مع شعرك شعرك. مش يا راجل يا راجل كانك مع بنيتي. كانك دير راسك من راس بنيتي. ما همكش فيهم. وبعدين هذه الضيوف عيب اللي تدير فيها هدايك. هاي سمي بيتها. لا لا دخلنا، ما اللي قال لك يزردوا معانا؟ ايش جيبي فيهم اصلا من الاول؟ لقيتوا الشباب يبحثوا فينا. يا انا عادي مش طراطير نحن. لا عيب يا عيد، عيب يا عيد، جيراني في النهاية بكل مش عجبكم عدوا قعدوا غادي يزردوا برواحكم. شن فيها؟ خلونا يزردوا نحن، يزردوا عظم لهم سنين قاعدين. هيا اطلع انا اطلع 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 فينا ما به. اطلع يا ماما اطلع اطلع. فضاء واسع يا ابني. اسمعي نحن راهو مش جايبين شيء معنا، ارجو انكم تبعثوا لنا من وجبة الغداء. عليك برادة يا عليك برادة. الناس بالناس معليش. وين ماشي انت؟ جو ايوه هاو تهجموا. نعم يا عمتي هذا واجد. لا لا خلي ياكلوا صحتين. الحمد لله خير هلبة ما شاء الله. تخسر فيهم. العفو عيب عيب. خلي تشوف يونس هاني. انا ما انتو حتى عظومة حتى انكم حاولوا من هنا. كيف 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 ودي وين امشي يعني؟ يا ما جيش يا رب من الاول جيت وانا جيت عائلات مفروض قدمت رادي ولا وخرت. لا ايه انت اخوذ هلق وشيلهم غادي يا سيدي. مش مجوق انا جاي قبل. انا 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 يا رب انا يا رب انا شباب راهو انا شباب عائلات عائلات. كلمني بالكلمة. يا لوزة وين قاعد تو؟ اسمع تو نوصف لك وصف باي. تكلم لوزة ولا محل بقوليات يا علي 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 هبا يلا الله يبارك الله مصحف اللي نايبين انا المنهوري ما حد فينا اضافه بشهيده منهوري ما حد فينا اضافه بشهيده منهوري ما حد فينا اضافه بشهيده منهوري ما حد فينا اضافه بشهيده اي عيب عيب سد البيت يا عيب سد البيت خلص خلص خلص. اسمع يا نبي معلش جينا بالونة ولا شن فيه؟ أنت يا شن فيه؟ ما زلتوا جايبين لي شبهرة. يا فضال احنا قاعدين فيه. لا فضال يعني عدي النبي عدو غادي عدو غادي. حاتم تعال احكي معه يلا. يا حاتم لا ايش بيدير يا حاتم انعم. يا ركنك شن تبي جين عندها انت. كل شيء تفتح لي بوابة وجهك. تليفوني وين؟ معقول الكلام هذاي؟ Thank you.
كان لطيف جدا المشاكل، وين اللي بيشلطوه هنا؟ يا تجاي يا وجاي يا رزاق ابو مرعرشة، يا عيال يا عبد حوا يا رصي، في زي تجاريخ على خالي والربعالي، في بطاط عم شلطوه يا نصي، اين انت يا نصي؟ هذا راسي هذا راسي هذا راسي هذا راسي هدرازي فتش قلبي ضيا ضيا تلقى ناس عزاز عليا تلقى